أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. احتفت جدة يوم أمس بانطلاق فعاليات مهرجان جدة التاريخية، كنا كده في نسخته الثانية، والذي جاء هذه المرة بعنوان شمسك أشرقت، وكان ذلك وسط أجواء ثقافية وتراثية أعادت الجميع إلى الزمن الماضي الجميل من خلال أوبريت الافتتاح. وأكيد كاميرا سيدتي كانت هناك في قلب الحدث ونقلت لنا هذا التقرير، خلينا نشوفه سوا. السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مساء أمس حفل افتتاح فعاليات مهرجان جدة التاريخية بنسخته الثانية بعنوان شمسك أشرقت، وسط أجواء واحتفالات تخللها أوبريت غنائي متميز لمجموعة من الفنانين. أهني أخي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز وزملائنا من عمله في هذا المهرجان، حقيقة العلم عمل متميز ورائع. الأوبريت اليوم كان أوبريت وطني وكان احتفائية بإعادة هذه القيم التي سوف تعيدها مواقع التاريخ ومواقع التراث العمراني، والتي أقرت من خادم حرم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بمشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري. فحنا من مسؤوليتنا الحفاظ على تاريخنا وتراثنا وخلقنا وأخلاقنا، فهذه مهمة جدا. وفعلا جدة طويل العمر التاريخية ما لازم تحط بس كبرواز، لازم تكون بروازها جوا القلب ويحافظ عليها. الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من الكوادر الفنية والمجموعات الاستعراضية كان حديث المدينة يوم أمس، بعد جهد كبير وواضح أعاد في لوحاته المتنوعة ملامح من التاريخ. يا بيت القديم، بيت سيدك وستك، أنا هنا تربيت، بيت العيلة. بابا إيش هذا اللي هناك؟ أيوه هيا هداك. رغم الفترة القصيرة اللي احنا اشتغلنا فيها هذا الأوبريت، من تأليف، من فكرة، من اختيار الممثلين، من وضع الاخوان مع خالد جمالي في الفرق، هذا نجاح كبير ليس لعبد الله اليامي. انا اذا بشكر هؤلاء الرجال، رجال لؤلؤة الفن. الدار اللي كان مفروض اسويها على المسرح، حقول انه واو المكان يجنن، بعدين حاس على أبويا أنت كنت عايشين هنا؟ بدأ حيقول إيوة، هذه حارتي القديمة وهذا البيت اللي أنا تربيت فيه. اليوم نحن في عرس لجدة، بالإضافة إلى هذا أنه مهرجان السنة هذه يتضمن فعالية ثقافية كبيرة فيها العديد من المحاضرات، فيها العديد من الفعاليات الثقافية اللي حتبدأ بكرة إن شاء الله في قاعة الثقافة اللي هي قاعة الدكتور غازي جمجوم، من مستقطبة كثير من الدكاترة ومن كثير من الأخصائيين وكثير من الملاك. وتعود جدة التاريخية اليوم بعد تسجيلها في منظمة اليونسكو، منظمة استثنائية في مجال الثقافة والتراث الإنساني ومركزا متعدد الثقافات، وهو ما يعمل القائمون على المهرجان لإظهاره من خلال فعاليات تمتد لعشرة أيام تضم أكثر من 89 فعالية تراثية وترفيهية وثقافية وتسويقية في أربع مسارات حملت الروح الأصلية لجدة القديمة دون تجاهل القيم. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي جدة. إذا مشاهدينا الكرام احنا شفنا التقرير وعندنا الكثير من الأسئلة اللي حنطرحها على ضيفنا الكريم في الاستوديو. احنا معنا الأستاذ زكي حسنين مدير الشركة المنفذة بنشمارك. يسعد مساك. يا مساء النور، يا هلا وسهلا فيكم مرة ثانية. أنا اليوم طاير من الفرحة، طاير حسيت صراحة. نعم، يعني على اللي صار علينا البارح والكم الهائل اللي جانا من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي والسعادة ورجال الأعمال وهالي جدا اللي تهافتوا انهم يجوا على المنطقة التاريخية عشان يشوفوا بيوتهم كيف الشمس أشرقت عليها من جديد، ولله الحمد. أنا صراحة كل سعادة
باللي صار البارح، وانا يعني سعيد جدا اني انا قدرت اني انا اصل الى 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 رضاء الناس ورضاء صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد الرئيس الاعلى للجنه التنفيذيه لمهرجان جده التاريخيه. اتمنى انه يكون الافتتاح حاز على رضاكم ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد، وهذه السعاده ما تاتي من فراغ، اكيد. نعم. تاتي بعد مجهودات وتعب. نعم. كبير قمت فيه من خلال الاستعدادات للمهرجان. كونك تكلمت على هذه الفرحه يعني اعطيني حمستني اني انا. نعم. او تحط يعني تحط المشاهدين في الاجواء، كيف. نعم. كانت الاجواء؟ والله اجواء حماسيه صراحه، الناس يعني ما تتصوري انه من 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 وقت مبكر كانوا بيجوا على اساس انهم يحجزوا اماكن في المدرج المخصص للإخوة الزوار. نحن طبعا فتحنا باب الدخول تقريبا على قبل صلاة المغرب. تمام. ما يعني حاولنا نرضي ما أمكننا من إرضاء الناس. تمام. ولكن صراحة ضيق المكان يعني حال دون أنه يعني يدخلوا ناس كثير على أساس أنهم يحضروا، وقفوا الناس برا وشافوا من خلال الشاشتين اللي موجودة على المسرح. يعني إن شاء الله يسامحونا ونعدهم إن شاء الله في المرات القادمة أنه يعني نعمل على أننا نحن نقبل كل أهل جدة يجوا يتفرجوا إن شاء الله. وكل. نعم. مرة كمان أستاذ زكي بيكون في جديد في المهرجان، كل مرة بيكون بشكل يمكن بيكون في كل مرة بيكون في الملاحظات، المرة اللي بعدها بيكون بشكل أجمل وبيكون بشكل ناجح أكثر. طيب إحنا حابين تعطينا فكرة عن المسارات الأربعة اللي كانت في المنطقة التاريخية. تمام. يعني الآن كل مين يمكن يسأل إيش مسارات أربعة؟ يعني جدة القديمة هي أربع حوائر. حارة الشام وحارة المظلوم وحارة اليمن وحارة البحر. تمام. فنحن عشان نعرف الزوار ونعرف أهل أولاد أهل جدة. تمام. بحاراتهم القديمة قلنا سميناها مسارات. تمام. وزعناها من خلال يعني كل حارة إيش كان تقريبا لها دور في خدمة المدينة. تمام. فعندك حارة البحر وحارة اليمن نحن عملنا فيها المسار التاريخي الثقافي التاريخي، لأنه طبعا كان في الميناء كانوا يجوا الحجاج من ناحية الميناء على باب البند على دخولا بحارة اليمن عشان يروحوا على باب مكة ويطلعوا على مكة. فوضعنا فيها طبعا سنة هنعمل حاجة نسميها مسيرة الحج. تمام. هيكونوا في حجاج داخلين على في كاركترات وشخصيات. نعم. هيطلعوا على الحج. هيعملوا طبعا ذهابهم إلى مكة وعودتهم إلى مكة إن شاء. تمام. الله تعالى هيكونوا مارين بحارة اليمن اللي هو المسار التاريخي الثقافي. بعد كده عندنا المسار التاريخي الثقافي اللي فيه شعر نعم. نحن طبعا السنة إن شاء الله هنعمل مسابقة شعر يعني شعر بلون حجازي. طبعا مشاركة نادي جدة الأدبي، نشكر صراحة النادي اللي هو صراحة الآن له أكثر من شهرين بيساعدنا في موضوع المسابقة هذه، والدكتور عبدالله جدع طبعا شاعرنا الكبير اللي العام الماضي قال لنا بريد خير البحر، والسنة كمان أكرمنا بشمسك أشرقت إن شاء الله يكون سمعتوا البريت وعجبكم. طبعاً 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 الله يعطيكم العافية. فعندنا الشارع طبعاً اللي هو من ناحية باب المدينة اللي هو حارة الشام والمظلوم. طيب. عملناها في طبعاً فيها اللي هي المنطقة الترفيهية في حارة الشام امتداداً إلى الـ إلى إلى حارة المظلوم. حيكون فيها الفعاليات الترفيهية وبعض الفعاليات التراثية. حيكون إن شاء الله بإذن الله السنة حيكون في عندنا فعالية نسائية 100%. تمام. هي اسمها عادات أهل أول. حيكون حتجسد الفعالية هذه الفرح. تمام. الله. من أوله يعني عندك. أكيد. من الخطبة للملكة للغمرة للدخلة للصبحة، بعدينها ربنا أكرمهم وجاهم ولد وسووا السابع ده تمثيليات يعني. نعم. هم حيكون في الفعالية يعني تجسد الفرح بالكامل. هذه فعالية نسائية. هذه فعالية نحن يعني اللي يذكروا جانا في رمضان نحن منطقة السوق قلبناها إلى بيت حجازي قديم في حوش كبير. أنا كنت موجودة وقتها في رمضان. في حوش كبير عملنا فيه طبعا الستيج كانوا في الزمانات يسموه كوشة،
عملنا الكوشة القديمة اللي كنا نسويها اللي هي بالأعمدة الخشب وملفوفة بورق الكريشة، وزينة كانت سجاجيد عليها صور وأشياء زي كده. وكذلك حيكون في حداثة الأول، في حيكون ناس يعلموا البنات كيف يلبسوا اللبس القديم وبعض العادات، وكذلك عملنا مجلس لبعض سيدات حارة الحارة، تمام، أعطيناهم زي ما تقولي مقاعد أو مراكز إنهم يستضيفوا الناس يتكلموا عن جدة وعاداتها والأشياء وذكرياتهم الجميلة في الماضي طبعا. وكذلك عملنا في المهرجان الترفيهي، في عندنا اللي هو البيت الحجازي، الكل يعني يبغى يشوف بالفعل كيف كان البيت الحجازي، إيش كان مكون من إيش. فبنينا بيت حجازي، حطينا فيه جميع الديكور اللي هو يختص ببيت الحجازي، اللي هو الصفة والمركب والله يكرمك بيت الماء اللي هي الحمام الديوانية الأشياء هذه. كذلك عندنا في يمكن أكثر من 15 حرفة وبائع متجول، حيكونوا متجولين في الحواير يتنقلوا من مسار إلى آخر. عندنا السنة الصيرفي، مصلح الروادي، عندنا اللي هو كاتب المحكمة، هذا شيء جديد. في عندنا كذلك اللي هو طبعا بياع الثلج وما إلى ذلك اللي أنا شايفة شفتوه. كمية من النشاطات رهيبة يعني 95 ما شاء الله. نقطة موجودة حتكون في المسارات. طيب أنا أبغى أسأل بكيفية الوصول للمهرجان، كانت في مشكلة دائما في حكاية الوصول للمهرجان، السنة هذه تهيألي حليتوها. نحن يعني كانت من أهم المشاكل اللي بالفعل نحن واجهناها العام الماضي حاجتين، اللي هي المواصلات، تمام، وموضوع الحمامات. الحمد لله قدرنا نحل موضوع الحمامات بأن نحن عملنا حمامات مؤقتة، تمام، للسيدات وللرجال في موجودة في المسار. والجميل في ذلك أنه نحن أخذنا مواقف سيارات وعندنا ناقلين رسميين، ناقل بالباصات، حيكون في عندنا موقف في مواقف أمانة مدينة جدة اللي هو تمام قبل كبري، قبل الطريق اللي يوصل إلى مدينة جدة، حيكون في باصات ممكن الناس يوقفوا سياراتهم هناك والباص ينقلهم إلى المدينة التاريخية. وفي عندنا باصات متحركة من المدينة التاريخية ترجع الناس تمام. إلى عندنا مواقف كذلك اللي هي مواقف البنك الأهلي، في عندنا مواقف اللي هي عند فندق الأزهر، كل هذه وفرنا فيها أكثر من 10 باصات تمام. لنقل الناس. والأجمل تمام. من ذلك أنه نحن كمان عملنا خدمة ليموزين، تمام، اليوم يعني في حاجة خدمة موجودة متوفرة تمام. في البلد تمام. اسمها كريم أبليكيشن، الناس ممكن تطلبيه سيالين يعني عندك البيت، الوصول للمهرجان بنحاول قد ما نقدر أن نحن نرضيكم أنكم توصلوا عندنا. نعم، وإن شاء الله توصلوا بأمان وسلامة بإذن يا رب. الله يعطيك ألف عافية أستاذ زكي، وأكيد يعني إن شاء الله دائما المجهودات تكلل بالنجاح. نعم والله يعني الوقت ما بيسعفنا أن احنا نقول أكيد. إيش في موجود، ولكن احنا العام الماضي قلنا لهم لا يروحوا دبي، وما أدري عاد حيروحوا ولا حيجونا بكرة أو اليوم. والله يحييكم، هذا مهرجانكم وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، إن كان من المحافظة وإن كان من أمانة جدة وإن كان من الغرفة التجارية أو من جميع الدوائر الحكومية اللي وفرت لنا وسائل الراحة صراحة. شكرا لك أستاذ زكي، شكرا لكم وشكرا لروتانا اللي دائما معنا. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، خبراء الصحة يؤكدون الكذب يطيل العمر.